اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم خبره ببلاش. احنا نعرف ان القلب هو عضله صغيره الحجم قد قبضه اليد، بتضخ الدم الى الشرايين والجسم كله. العضله دي قد تصاب ببعض الامراض المزمنه واللي بتشكل احيانا خطر على المصابين بيها. من هنا وجب علينا العنايه بتصرفات هؤلاء المرضى وكيفيه وازاي هنعتني بيهم. احبائنا، اليوم هنتحدث عن مرض القلب، ولازم هنتكلم فيه عن ازاي هناخد الادويه بتاعته او كيفيه تناول ادويه امراض القلب وبعض الممارسات الخاطئه لمرضى القلب واوقات الاكل ومواضيع كتيره جدا جدا جدا. اسمحوا لي ارحب معاكم النهارده بضيفنا الاستاذ الدكتور كميل فواز فرج، اخصائي امراض البطن والقلب والاستاذ بجامعه يو اس سي سابقا. كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور، منور قناتنا قناة الطريق. شكرا، كل سنة وانتم طيبين وانا اتشرف ان اكون معاكم. شكرا لك يا دكتور. الحقيقة طبعا الموضوع بتاعنا النهاردة يهم العديد والعديد من المشاهدين اللي اكيد النهاردة بيستنوا الحلقة بتاعتنا، واحنا هنفتح المداخلات من اول دقيقة في الحلقة النهاردة، هنستنى اي استفسار والدكتور مستعد معانا على الجواب على اي سؤال. واول سؤال يا دكتور انا هسأله لحضرتك، ممكن تشرح لنا ايه هو مرض القلب والاوعية الدموية؟ مرض الأوعية الدموية هو اللي بيسبب مرض القلب. القلب ما دام هندخل في، جبت صورة ليه، ادي ال ادي الاكزامبل عشان يبصوها من بعيد ويشوفوا ده شكل القلب، وكبير شوية عن القلب لأن عاوزين الناس تشوفه من بعيد كويس خالص. الصورة باينة هناك، وفي لون انتوا شايفين ده القلب كله كمضخة، القلب كمضخة، والمضخة بتطلع الدم في الشرايين، والشرايين جزء منهم بيروح للرئتين وجزء بيروح للجسم كله. اللي بيروح للرئتين عشان ياخد اكسجين ويوصله للناحيه الثانيه اللي هي طاقه الجسم كله. طيب القلب ده المضخه محتاج انه يكون عنده غذاء عشان يشتغل. زي ما قلتي بيشتغل باستمرار وعمال يضرب باستمرار، نشكر ربنا بيضرب بقى لبلايين الأرقام في عدد كبير جدا لا نصوره في عمر الواحد اللي عمره 70 سنة، بلايين الضربات. طيب عشان كده لازم بيحتاج الغذاء. ايه الغذاء؟ الأكسجين اللي بيوصل له بالأغذية عن طريق ايه؟ عن طريق الشرايين. الشرايين بقى في الصورة دي اللي انتوا شايفينها هي الشرايين اللون الأحمر، واللون الأزرق هي الأوردة. يعني الدم بيروح في الشرايين وبيرجع للأوردة عشان ياخد أكسجين ويرجع تاني في الشرايين. هذه الشرايين اللي احنا بنتكلم عليها. ولو بصينا كده كويس على الصورة، يمكن كده لو بصيت كده، ده الشرايين ماشي حوالين القلب بصورة زي ما أنا حاطط إيديا كده، شايفين الصورة دي؟ زي التاج، فعشان كده بنسميها شرايين الإيه؟ التاجية. تاجية، وبالإنجليزي كورونري أو كورونا اللي هو الكراون، الكلمة جاية من اللاتين، فأدي الشرايين التاجية اللي بيتكلموا عليها. يبقى عندنا الشرايين التاجية دي هي اللي بنتكلم عليها دلوقتي. إيه الشرايين التاجية اللي صحتها كويسة ومفتوحة وبتطلع الدم؟ إيه اللي يخلي يجي وقت من الأوقات تبتدي تتقفل؟ ودي المشكلة، لأن لو اتقفل الشريان اللي هيحصل بالظبط إن الدم مش هيوصل للحتة اللي اتقفل منه، فالعضلة اللي بيوصل لها الشريان يديها الغذاء ما بتاخدش الغذاء، بيحصل لها عملية موت، وده هو الهارت أتاك. بس قبل الهارت أتاك في بعض الأحيان ضربة القلب بنسميها، أو الجلطة. لكن ساعات ممكن حضرتك تقولها بالإنجلش كمان عشان which is the exactly what I say heart myocardial infarction. ده صعبة الكلمة دي، فخلينا نتكلم الجلطة. الجلطة معناها اتقفل الشريان بجلطة. جزء عبارة عن كلوت اللي هي اللي بيحصل فيها حتة الدم بتصبح سميكة وتقفل الشريان. طيب كويس، لكن قبل كده ساعات يكون حاجة تدينا فكرة انها تحصل قبل ما تحصل، ودي بقى اللي هو الوجع اللي بيجي في الصدر كل يوم لما الانسان بيعمل مجهود، وانا هتكلم على الحته دي شويه. ده اسمها ايه؟ الذبحه. يقول انا طلعت السلم
وبعدين حسيت ضغط على قلبي، هذا الضغط خلاني ما اقدرش اتنفس، وشي صفر، وبعدين نهكت، رحت وقفت سكت كده، ابتديت ارتاح، راحت، ورحت مشيت تاني. ده هي الذبحه. دي بدايه. دي بقى زي ما يقولوا وورنينج، يعني بتديكي فكره ان في حاجه هتحصل. فاللي يحصل عنده الحكايه دي لازم يروح يشوف الدكتور. ده اللي هو الام الصدر، وجع الصدر. فوجع الصدر ده ليه اسباب كتيره، لكن السبب بتاع القلب واضح، انه لما الانسان يعمل مجهود بتيجي، لما يبطل المجهود بتروح. يبقى احنا عرفنا ان الشرايين ممكن يحصل عندها انسداد، وبعدين الانسداد كان يكون جزئي، وبعدين لما يكون كلي تحصل اللي هو الهارت اتاك. يبقى الجزئي بيسبب اللي هو ايه الذبحه، والكلي يسبب ايه؟ يسبب الجلطه اللي بتنهي بهارت اتاك. فده بعدين نسال السؤال، انت عاوز تسال طب ايه اللي جاب، ايه اللي خلى الشرايين اللي كانت كويسه تتقفل؟ ليه؟ هنا بقى بتتقفل علشان على الاقل اربع حاجات. اول حاجه تابعه للعيله مولود الجدع، ابوه وامه عنده امراض قلب بيورث ساعات. وراثه يعني. ساعات في وراثه. لكن اكتر من الوراثه الحاجات اللي بنعملها احنا وحش. الضغط لما ما يتعالجش، والمرض السكر دي حاجه تانية مهمه جدا، والحاجه الثالثه السجاير اللي احنا بنتكلم عليها، ورابع حاجه الكوليسترول. يبقى عندنا اربع حاجات مهمين قوي قوي، الضغط والسكر والسجاير وايه قلنا؟ كوليسترول. وكل الناس سمع عن الكوليسترول. لما يتلموا كلهم مع بعض وما ويأثروا على الشرايين ويترسبوا، تترسب الكوليسترول في الشرايين، يترسب حته بحته لغايه لما يقفل الشريان. واحنا هنقدر نشوف صوره بعد كده لما نتكلم ازاي نكتشف هذا وازاي نعالجه. فدي بدايه مرض الشرايين. اوكي، ده كده تقريبا حضرتك جاوبت لي على السؤال التاني، بس انا برضه هساله علشان في ناس بتفتح التلفزيون متاخر شويه. كنت هسالك ايه امراض القلب، او ماذا تشتمل على، او انواعها ايه؟ ممكن كويش. حضرتك نمسك القلب كده ونقول ايه امراض القلب. اولا القلب عباره عن شرايين، ده امراض الشرايين بتاعه القلب. أوكي. يبقى خلصنا ده. القلب فيه من الداخل بنلاقي فيه الصمامات. الصمامات ممكن تتأثر ويبقى مرض الصمامات. وده في نوعين مهمين جدا، في كذا نوع الحقيقة، بس المهم في أبلادنا احنا مثلا في مصر كان في كتير اللي هو الروماتيزم بتاع القلب. ده بيأثر على ايه؟ بيأثر على الصمامات. فده من النوع اللي كنا نشوفه زمان، طبعا ما بنشوفوش كتير الأيام دي لأنه الحمى الروماتيزمية ابتدت تختفي اختفاء بشكل غريب. أنا لا أعتقد إلا نكون في القرى والأماكن المتأخرة جدا، لكن ما بنشوفهاش كتير. الحاجة التانية إن ساعات الإنسان مع السن بيترسب الكالسيوم في أحد هذه إيه الصمامات اللي شايفينها دي هنا. أول ما سمى بيزيد الكالسيوم لغاية لما يقفل الصمام. يبقى برضو ده حاجة بتحصل. الحاجة التانية في بعض الناس بيبقوا مولودين بحاجة استعداد ان يقفل الصمام. ده بيأثر اللي هو بيسموها الصمام الأورتي، وده بيأثر على الناس بعد ما يوصلوا عمر الخمسين أو خلافه. يبقى عرفنا ده. الحاجة التالتة بعد كده عندنا إيه؟ العضلات. ممكن يحصل مرض العضلات من غير الشرايين ما تتأثر. إزاي؟ ساعات فيروسات، بالذات الفيروسات تعمل حاجة اسمها التهاب عضلات القلب. يبقى عارف، يبقى أول حاجة الشرايين، الصمامات، عضلات القلب، وبعد كده فاضل إيه؟ فاضل في حاجات القلب، فيه إلكتريسيتي، فيه كهرباء اللي هي بتعمل الدقات دي كهرباء، وعشان كده ساعات الكهرباء تتلخبط وتطلع دقات كتيرة، وساعات الدقات تكون خطيرة جدا. ده برضو مرض القلب بتاع الدقات اللي هو بنسميه احنا الريثميا، يعني مش منتظم، القلب مش منتظم، وفي حاجات مش منتظم تعتبر بسيطه، وفي حاجات تبقى مالجننت يعني ممكن تموت. فده يبقى احنا ذكرنا كل الانواع اللي انت عاوزه تعرفيها عن حاجات بقى. شكرا ليك يا دكتور، الاجابه رائعه ومستفاضه كمان، حضرتك بتجاوبني باستفاضه. السؤال بقى الثالث بيقول ازاي نخفض من خطر الاصابه بامراض القلب والاوعيه الدمويه؟ نبتدي اهم كلمه نقولها من فوق، لايف ستايل. كلمه لايف ستايل يعني لازم تمشي
تعيش تهتم بجسمك كأنه ده يعني أكتر حاجة اتعطت لك في الدنيا، مش الفلوس مش البيوت، الجسم أولا. والجسم السليم بيعمل عقل سليم، والعقل السليم بيعمل جسم سليم. يبقى عاوزين نهتم بالجسم ده، عاوزين نهتم بالجسم ده نحافظ عليه ما نعملوش أبيوس. إيه بقى؟ أولا الحاجات المطلوبة هي كده، نحافظ على أنواع الأكل اللي بناكلها وكميات الأكل اللي بناكلها. فدي موضوع مهم. احنا دلوقتي البلد مليانه باللي بيسموه جانك فود. ده جانك فود ده اكبر خطر، عشان كده كثره السمنه. يبقى هنا جانك فود وسمنه، وبعد كده مفيش اكسرسايز، دول من الحاجات وبعدين اللي كان بيشرب سجاير وبعدين مش مهتم بصحته. يبقى لو ابتدينا بان الانسان عرف انه يحافظ على صحته كصحة عامة، موضوع بسيط خالص، حافظ على صحتك، معناها تاكلي مظبوط في الميعاد المظبوط، والاكل يكون مظبوط، شوية خضار على شوية سلطة على شوية لحوم على شوية سمك كل شوية، الاكل المنظم الكويس. وبلاش بقى ايه ان ناخد الحاجات اللي هي بنشتريها دي ونحطها اللي هو بيسموه مثلا زي الفرنش فرايز بكثرة، وزي بتاع الدراي بوتيتو تشيبس. دكتور احنا عندنا الصيامات للاسف بنحتاج فيها المقليات والزيوت، وحقيقي يعني يمكن الصيامات كتيره جدا. بص بقى الصيامات احنا نادر اللي بيصوم ده بيكون عنده مرض القلب قليل جدا، لانه بيستخدم زيت ما بيستخدمش السمنه. احنا مشكلتنا السمنه والزبده دي خطيره جدا، والذات اذا كان بكميات كبيره. لكن الصيامات دي حلوة، عشان كده أكتر الناس في بالذات في الآباء الأرثوذكس عاشوا مدة طويلة قوي قوي. يعني أبونا أنطونيوس اللي هو ابتدى اللي بيسموها المونستريز، مونستري بالعربي اللي هو بيسموها ايه اللي بيروحوا في يعيشوا في ابو الرهبان او لا الرهبانه يعني بيروحوا يعيشوا فين؟ في الصحراء. لا بيعيشوا في المكان اسمه الأديرة. اسمه الاديره. yeah, هي الاديره. فابونا انطونيوس عارف عاش له عمر قد ايه؟ كتير قوي. 105، وده زمان لما كانت الناس بتموت بدري. ممكن يكون بياكل عيش كتير او يعني ما كانش بياكل العيش ناشف، لكن الزيوت زيت الزيتون. زيت الزيتون من اكثر الحاجات الصحيه. فلو ناكل الفول مدمس بزيت الزيتون ما فيش بعد كده. ففي حاجات في مصر والمصريين والشرق الاوسط الاكل المتريني لما ناكله مظبوط وما نحطش عليه بقى الحلويات والايس كريم والحاجات الزايده دي والبتر، ده يبقى اكل مظبوط قوي. مش لازم ندخل في تفاصيله، لكن ده مهم. والحاجه الثانيه ما فيش سجاير. والحاجة الثالثة يكون كل دي اكتيفيتي، يعني كل يوم يعمل له اكسرسايز. الاكسرسايز مش حاجة كبيرة قوي، ممكن مشي نص ساعة مشي بس، ادي كل اللي ده مفيد. فيعني عاوز اقول لايف ستايل ده اول حاجة. وبعدين لما بيكشف ويلاقي عنده كوليسترول بيحاول الدكتور بيصلح له الامر ده. ان كان عنده ضغط ده برضه الضغط عاوز علاج، ان كان في سكر لانه ورث سكر ده عاوز علاج. بس ادي كل العملية. اوكي ميرسي يا دكتور. اتفضل. ندخل على حاجة تانية، بتقول تعتبر زيادة الوزن المفرطة أو السمنة من الأمراض الخطيرة اللي بتحتاج إلى وقاية وعلاج مستمر، بتسبب ارتفاع كوليسترول، وبتسبب برضو ارتفاع الكوليسترول اللي بيؤدي إلى تصلب الشرايين التاجية وجلطة القلب. سؤالي بيقول لماذا يتم عمل القسطرة؟ انت بتسألي على قسطرة القلب. ايوه قسطرة القلب. ممكن اقول ليه بنعملها. اولا احنا بنعملها كفحص، وما بنعملهاش كده وبس. لازم في الاول نعرف الشخص بيشكي من ايه. فبتتعمل في على الاقل بالنسبه لشرايين القلب في حالتين على الاقل. الحاله الاولانيه لو واحد على غفله جات له هارت اتاك، بنلحقه بسرعه ونعمل قسطره ونحاول، لان الهارت اتاك دي معناها ضربة القلب معناها جاته جلطة. فبنعمل قسطرة بسرعة عشان ندوب الجلطة دي لو جه في ساعتها. أنا هسأل سؤال، يعني يمكن أنا ما عنديش، يعني قسطرة إيه هي؟ عبارة عن إيه؟ أوكي. قسطرة
عبارة عن تيوب، أنبوبة طويلة قوي قوي ورفيعة قوي قوي، بندخلها يا إما من شريان من الإيد أو شريان من الجروين، بندخلها تحت الأشعة وبتدخل توصل مع الشرايين لغاية لما توصل للقلب. الصغيرة دي إحنا عارفين نوصلها إزاي ونعمل إيه، بنعمل من بره، هي قسطرة معناها أنبوبة طويلة وصغيرة ورفيعة، وإحنا نيجي من بره ونعمل إن أول ما توصل للشريان تحت الأشعة، ما إحنا الأشعة بتدينا صور، ناخد صورة، بنعمل إنجكشن، وبعد ما نعمل إنجكشن نشوف الشرايين شكلها إيه، تطلع الصورة وتطلع بالكاميرا كموفي، ونشوف الشريان رايح فين ومسدود كم سدة، وتشوفوا قدامنا. طبعا عاوزين نشوف صورة زي كده؟ يا ريت نشوف صورة لو المخرج يحط لنا الصورة بتاعت القسطرة. ايوه يا فندم. اوكي، انا برضو عبال ما المخرج يحط لنا الصورة دلوقتي وحضرتك تشرح لنا، هو القسطرة عموما حاجة وقسطرة الشريان التاجي حاجة؟ لا، هي القسطرة، اما القسطرة دي معناها انك بتدخلي هذه، دي الأوضة اللي بنعمل فيها، العيان بيقعد على السرير ده او الاسترتشر، وشايفه الانبوبه اللي فوق دي، دي انبوبه الاشعه، والصور بتاعتها شايفاها في الكاميرات. فاحنا بنحط العيان وبنعمل القسطره، معناها بندخل الانبوبه دي وبنعمل بيه، وبنعمل انجكشن، بتحط ماتيريال يعني ماده تعمل تصور ملونه، يعني زي ما تقول الوان، تطلع بالالوان تبين لنا. يمكن تقدري تبصي في صوره التلفزيون ده وتشوفي زي شجره كده، فده هنشوفه لما تطلع الصوره الثانيه. فدي الاوضه، هاد الشريان. فالقسطره هي الجزء الاول على الشمال، ده الانبوبه اللي دخلناها وصلت للشريان، وبعدين دخلنا ايه، انجكتد، او دخلنا اللي هي الالوان، بسميها الكونتراست او الالوان. فطلعت الشريان زي ما انت شايفاها اهو، ده شريان التاجي اللي بيسموه اللي فوق، والتاني اللي من تحت، شريانين. لو بصيتي كويس تلاقي في سهم رايح لجزء من الشريان، كأن الشريان اتقطع، ملاحظه؟ ايوه، هذا هو البلوكج، ده هو القفله اللي اتقفلت، الشريان اتقفل في الحته دي، والدم اللي بيروح بعديه مش كافي. فهو احنا ده العيان جه بيشكي بقى بوجع في صدره، وده اللي عمل. فدي ده عيان بتاعنا. فنشوف الثانيه بعد كده ايه، دي صوره ثانيه من ناحيه ثانيه، بنعمل صوره عشان نشوف، وشايفين ازاي بقى ضيق قوي قوي الشريان، ضيق قوي قوي. بعد كده بنشوف، بنوري بقى بطريقه ازاي اللي عملناه بالقسطره. الصوره الثالثه، شوفي بقى القسطره فين، القسطره ده بقى اللي هي بتوسع، ففي قسطره بتعمل الصوره، وبعدين بندخل قسطره تانية من جواها فيها بالونه. ولو بصيتي في الصوره الاولانيه تشوفي البالونه دخلت بين الجزء اللي هو مليان كوليسترول الاصفر ده، اللي هو عامل قفله. شفتي بقى داخله ازاي، دخلت هنا، وبعد كده ننفخها ونحط حاجه اسمها ايه، دعامه. الدعامه هي اللي موجوده في صوره نمره 2 و3 و4، تتفتح الشريان، وبعد كده ناخد صوره. بعد كده الصوره اللي بعدها من فضلك، الشريان اتفتح، شفت القفله اللي كانت موجوده راحت خلاص. فده الطريقه اللي بنعملها في فتح الشرايين. يبقى عرفنا التشخيص وعرفنا ازاي نفتحها. تمام، احنا كده خلصنا الكلام عن القسطره. ايوه. طيب انا معايا سؤال من كان احد الاشخاص اتصل وسابه لنا، اسم الاستاذ فاروق، بيقول لحضرتك بالنسبه للي عندهم عيب خلقي في ضفيره الكهرباء الموصله للقلب، او يعني انا السؤال كان مكتوب كده، هو بيقول ان هو احيانا بيشعر باختناق مع انه بياخد الدواء، هل تقدر حضرتك هل يعني في سبب لده؟ السؤال مش واضح، يعني هو عنده ايه؟ هو اللي عنده عمره كام الاول؟ عمره حوالي 63 سنه. 63 وعنده ايه؟ عنده عيب خلقي في ضفيره الكهرباء اللي بتوصل للقلب. ما دي عيب خلقي، معناها ممكن تكون بعض الحاجات اللي بيعملوها ابليشن، ممكن تتشال دي بقسطره برضه وتتعالج. فلازم يتقال الاسم بالظبط، لان في حاجه اسمها فنتركل تاكي كارديا، وفي حاجه اسمها دبليو بي دبليو، يعني لازم نعرف الاسم عشان نقول. بس السؤال هو عاوز يقول ايه، الحاجات الخلقيه بنقدر نعالجها.
بتتعالج كويس قوي قوي نواديز، واللي ما نقدرش نعالجه بنضطر نحط في الصدر جهاز يمنع من انه الحاجه دي تاثر في جسمه وتخضي على حياته. اوكي، انا قبل بس ما اسال سؤال تاني، احنا معاكم مشاهدينا الاعزاء بنفتح التليفونات للي حابب يعمل مداخلات معانا في انتظار تليفوناتكم واي استفسار. دكتور على استعداد تام على الرد عليكم كلكم. دكتور انا قطعتك، سوري ولا تمام؟ نعم. قطعت حضرتك؟ لا لا. طيب احنا خلصنا كلام عن الاسطر. كنت حابة اسال حضرتك في حاجة اسمها ايه مخاطر الازمة القلبية؟ ولا احنا كده دخلنا ما الأزمة القلبية اللي احنا قلناها سميناها الذبحة، لكن في أزمة قلبية ممكن تتقال على انه الإنسان بيدخل في حالة هبوط القلب ويجيله، مش بس يجيله ضيق في التنفس وتزيق في التنفس، تطلع أصوات وما يقدرش ينام، لازم يقعد عشان يتنفس. الأزمة القلبية راجعة لهبوط الجزء الشمالي من القلب، الجزء ده اللي هو أول ما يهبط العضلة يبقى مش هتقدر تضخ تعمل مضخة للدم، هيرجع الدم باكورد، بدل ما يطلع قدام يرجع على فين؟ يرجع على الرئة، والرئة تتملي بالدم والمية، يبقى ده بقى حصل لها إنها تتخنق، ما تقدرش تنفس، مش قادرة تاخد أكسجين لأنها اتملت بالدم. بنعالجها بسرعة إن لما تدي العيان ده مدر للبولبي أسرع ما يمكن بتطلع كلها وبيرتاح. عشان كده من ضمن علاج الأزمات استعمال مدر البول وبعض الأشياء الأخرى. اوكي، انا عندي او في مقوله معروفه او احنا يعني بنقول ان هي شعبيه، بتقول ان الفئه العمريه للذكور اكتر من الاناث، يعني بالبلدي ناس تقول لك الرجاله بتعيش اقل من الستات او الستات بتعيش اكتر من الرجاله. صح الكلام ده ده، صح يا الكلام دكتور؟ ده صح. بيقول لك هل في برضو سؤال او بقيه السؤال بيقول بيقول لك اذا كانت الانثى ما زالت فيها او عليها دوره شهريه مستمره، بعد انتهاء الدوره الشهريه بقى بتتساوى النسبه بينهم، يعني ان هي بعد ما بتوصل لسن الياس بيزيد عندها احتمالات من القلب. صح الكلام ده مظبوط. اوكي، اتفضل اشرحه لنا. وجود ان الانثى ما لازالت عندها العادات الشهريه معناها ان الهرمونات بتاعها ممتازه، والهرمونات بتاعه الست عباره عن هرمونات تعمل لها بروتكشن من انها يجيلها مرض القلب. فنادر جدا ان واحده بلو اقل من 55 يجيلها مرض، نادر، مش معناها ان ما تحصلش. ليه ممكن تحصل؟ ليه بقى؟ لو عندها سكر يبقى الموضوع ده، لو بتدخن وعندها سكر، ولو واحدة صغيرة بتدخن وبتاخد اللي هي أقراص منع الحمل خطيرة. الاثنين دول مع بعض من أوحش ممكن يحصل تجلط حتى لو كان عمرها 25 سنة. دكتور ينفع أقطع حضرتك عشان معانا أول تليفون وبعدين نرجع نكمل السؤال؟ اتفضلي. ألو، برنامج خبرة ببلاش، مين معايا؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا. اتفضل بسؤالك. اتفضل. عندي السكر وكان عامل لي تسليك شريان قبل كده، وبعد كده من اسبوعين ثلاثه حسيت بتنميل الجزء الشمال، فاخدت بعضه ورحت المستشفى، عملوا لي اشعاعات وعملوا لي تحليلات وعملوا لي كل حاجه وقالوا لي ما فيش حاجه، بس انا حاسس ان النص الشمال كله بالطول كده في تنميل، مش عارف اعمل ايه. رحت المستشفى قالوا لي انت ما عندكش حاجه. هل عملوا فحص للرقبه؟ عملوا كل حاجه، عملوا كل حاجه. اسمعني بس، عملوا فحص الترا ساوند للرقبه؟ عملوا الترا ساوند للرقبه، مش للقلب، للرقبة. لا متهيألي عملوا لأني إذا كان ده مستمر معناها أنا أفضل يعني إنك إنك تشوف أخصائي الأعصاب، ده مهم جدا. لأني دي خارجة يمكن عن أمراض القلب، احتمال إن في تجلطات بتطلع للمخ، ده ممكن قوي قوي،
بس لازم تشوف اخصائي. ليه؟ هو هيكشف وهيعرف اذا كانت المشاعر اللي انت عندك دي من ناحيه النميل متاثره في كام حته، هل من الايد لغايه الرجل ولا من الرجل؟ النص الشمال كله. يبقى ده يحتاج انك تشوف اخصائي اعصاب يكشف ويعرف بالظبط جايه منين النميله. بالكشف هو لما يكشف ويستعمل الابره والحاجات دي كلها النيدلز بيعرف جايه منين. اوكي؟ شكرا يا دكتور. فاتصل بواحد بتاع اعصاب من فضلك من اسرع ما يمكن. انت بتاخد اسبرينا كل يوم؟ باخد الاسبرين وباخد الدواء بتاعه. وتاخد بتاخد بلافكس؟ طب كويس، على الاقل انت واخد حاجات تعمل بروتكشن. بس برضو يستحسن ان تشوف النيورولوجيست اخصائي الاعصاب. الرب معك. الف شكر. الف شكر. عفو. شكرا يا دكتور. العفو. شكرا ليك يا فندم. ومعانا اتصال تاني اعتقد مدام جورجيت لسه معايا على التليفون. ايوه. ازيك يا مدام جورجيت؟ الله يسلمك. اتفضلي، معاكي دكتور كميل. اهلا. ايوه مساء الخير يا دكتور. مساء النور. انا كان جالي جلطه في الشريان التاج الخلفي. ايوه. وكان اغمى عليا يعني، وخدت حقنه تدويب الجلطه. حلو. وحقنه تدوب الجلطه. ايوه. ومشيت على العلاج، بس الدكتور كان عايز مني قسطره وانا ما رضيتش اعمل قسطره. الدكتور كان عايزها تعمل قسطره وهي ما رضيتش تعمل قسطره. انت ما رضيتيش بعد ما عمل. المفروض ان بعد ما اداكي الحقنه اللي تدوب الجلطه يستحسن ان تعملي قسطره. لا انا ما رضيتش وخايفه من القسطره وما رضيتش اعمل. لحد دلوقتي الكلام ده بقالي كذا سنه ماشي على العلاج وكويس. هقول لك على حاجه. بصي الكلام اللي انت عملتيه مش غلط. هو اللي بنعمله في العاده لما يكون حد خايف من القسطره وحس انه خلاص طاب بعد ما ادوله اللي بيدوب الجلطه، اللي بيحصل ان بناخدهم بعد كده ونعمل لهم تريدميل. يعني نحطهم على ايه؟ التريدميل بالعربي اللي هي انت عارفه التريدميل اللي بتكلم عليها، المكنه اللي تمشي عليها وتلف. اللي هي المكنه العجله. كده العجله. ما دام عملوا دي انا برضو ايوه تعملي دي. عملت وقال لي لازم تعملي قسطره. قال لها عملت وقال لها لازم تعمل قسطره. لا انا اقول لك على حاجه، اذا كنت عملتي دي ونجحتي فيها، نجحتي فيها معناها ما جالكيش وجع ومشيتي كويس. لا ما جاليش وجع. ما دام نجحتي يبقى العلاج اللي انت بتاخديه من ناحيه انك تاخدي الاسبرين، من ناحيه انك تاخدي الحاجات البلافيكس، باخد الاسبرين والموسع للشرايين وكل او الموسع البوكس، وباخد بلافيكس برضه مرتين في الاسبوع. ايوه. وبعدين بتاخدي كمان البيتا بلوكر والحاجات دي كلها، الادويه دي اللي بيسموها ميتوبرولول اتينولول، اسماء دي مش كده؟ ايوه. وبعدين ماشي على العلاج، تاخد علاج مكثف يعني. برافو. ما دام ماشيه كده وبتحافظي بقى على الكوليسترول، ادوكي حاجه للكوليسترول ضروري. باخد سيمفاستاتين او ليبتور، حاجات زي كده. مش كده برضو؟ فما دام بتعملي كده ومحافظه على نفسك وبتعملي، ممكن جدا العلاج ده يساوي علاج القسطره لما تكون التريدميل اللي انت عملتيها ما جالكيش وجع. طيب. فانت مش غلطانه. احنا بنعمل برضو طبعا اخصائيين القلب بيحبوا يشوفوا، فانا نفسي اشوف اللي حصل جوه، لكن انت تصرفتي تصرف مش غلط. ما دام نجحتي في التريدميل برضو ده علاج مناسب اللي انت بتاخديه، واستمر على العلاج وهتكون نتيجته برضو كويسه جدا جدا بمشيئه الرب. شكرا يا دكتور. الرب معك. شكرا لك يا مدام جورجيت. معانا تليفون تاني استاذ ويليام. الو. ايوه معاك ويليام. اهلا يا استاذ ويليام، بتكلمنا منين؟ اهلا بيكي. سلام لكم جميعا. السلام لك. سلام يا دكتور. الله يسلمك. اتفضل. بقول لك ايه يا دكتور، شكرا جزيلا. عفو حبيبي. العفو. اتفضل. انا عملت عمليه قلب مفتوح بقالي سنه تقريبا. كويس. فدلوقتي باخد البلافيكس وباخد الاسبرين. ايوه. وباخد دواء الكوليسترول. حلو. يعني امتى الواحد يبطل الادويه دي؟ البلافيكس مثلا هاخده على طول؟ انا بقالي سنه. لا بص البلافيكس انت بتتكلم عملوا لك باي باس مش كده؟
باي باس اوبريشن باي باس. احنا في العاده الشعيرات يا دكتور لما الشعيرات كانت انا مش سامع كانت مقفوله يعني ما انا عارف الشعيرات كانت مقفوله ما انا عارف فهو عمل قلب مفتوح كويس هو احنا في العاده بعد عمليه الباي باس بياخد الواحد البلافكس بالكتير 6 أشهر بالكتير 6 أشهر فده احنا طريقتنا لكن انا ما اعرفش ليه دكتورك عاوز تستعملها باستمرار مفروض تساله يعني الحقيقه لاني يمكن شاف حاجه انا ما شايفهاش يمكن كويس. يمكن الشرايين بعد ما عمل لها الباي باس يمكن الجزء اللي ما تعملوش ممكن يكون فيه ضيق وما قدروش يفتحوه ممكن او ما يقدروش يعملوا له باي باس ففي حاجات تانية يعني كل واحد يختلف عن التاني لكن في العاده بعد الباي باس بنديها لمده بين 3 و6 أشهر وبعدين كده الكوليسترول بقى علاجه ده يكون مستمر على طول والحاجه التانية في دواء اسمه البيتا بلوكر ده لازم يستمر على طول يعني ده وبعدين في حاجه اسمها ايس انهيبيتور انت عندك سكر عندي سكر يبقى لازم السكر على طول لازم بتاخد حضرتك قلت لي في دواء اسمه ايه يتاخد على طول بيتا بلوكر زي ميتوبرولول اور كارفيدالول كويس يا دكتور يعني ده لازم باستمرار تاخده على طول وبعدين احنا قلنا الكوليسترول لازم تاخد باستمرار ما تبطلوش ابدا والاسبرينه ما تبطلهاش ابدا دي مستمره وبعد كده للسكر بقى يحتاج حاجه بتنفع القلب والسكر وبتنفع الكلى ده اللي هو ايه بيسميها لايزينوبريل او بنازوبريل يعني دواء مخصوص يعمل بروتكشن ناخد اول اسم يا دكتور نانجينا ممكن تقوله الاسم تاني يا دكتور لايزينوبريل انت معاك الادويه بتاعتك عاوز تقولها لي وانا اقول لك هي كويس جينا معاك معايا مثلا اقرا لي هو للسكر باخد ميتافورمين ايوه ميتافورمين ايوه وباخد البلافيكس وباخد الاسبرين وباخد دواء الكوليسترول دواء للضغط اهو اسمه ايه؟ اسمه كارفيدالول يبقى اداهولك هو اللي بقوله انا برافو هو ده؟ ده الكارفيدالول اللي قلته؟ لا ما انا قلت ده وقلت حد تاني كمل كمان في دواء تاني؟ في اللي هو الكوليسترول بقى اسمه ايه؟ معلش قول اللي بعده نعم؟ قول اللي بعده انا عارف الكوليسترول وباخد كمان دواء البروستاتا لا انا ماليش دعوه ده بتكلم على حاجات بتاعه القلب والسكر بتاعه القلب في هم دول اللي انا باخدهم لا اذا كان عندك سكر كلم الدكتور بتاعك قول له انا مش باخد حاجه ليه مش بتديني حاجه اسمها ايس اكتب الكلمه ايس انهيبيتور يا ايس سكر ده تو بروتكت كل واحد عنده سكر بنديله ده مش للسكر ده للشرايين ايس معلش يا دكتور قول تاني ايس ايه اقول لك حاجه اكتبها ال اي سي A-C-I yeah. ACE inhibitor A, sorry A-C-E-I A-C-E و I inhibitor بس قول A-C-E-I والدكتور هيعرف ماشي بس ده للسكر برضو لا ده للشرايين للي عنده سكر للحماية مش كده عشان الكلى ما يجرى لهاش حاجة في المستقبل ومهمة لكل واحد عنده سكر بنديله هذا العلاج إلا إذا كانت الكلى متأخرة وأنت ما عندكش مشكلة في الكلى مش كده؟ لا ما عنديش يبقى لازم تسأل دكتورك ليه مش باخد إيس آي إي سي إي آي ليه مش باخد ده؟ بس كويس خالص والرب الفيتا ده اللي قلت برضه حضرتك عليه فيتا بلوكر ده ما أنت خدته بتاع إيه ده؟ ده الكارفيدالول اللي انت بتاخده بتاع ايه عايز ده باخده
ما انت بتاخده، ما انت قلت لي اسمه كارفيدالو. ماشي، يبقى ده خلاص، يبقى الرب معك. بعد كده بقى اتكلم الدكتور على الايس، وانت ماشي على العلاج كويس قوي قوي. متشكر خالص خالص. شكرين يا استاذ ويليام، ميرسي ليك على المداخله الجميله بتاعتك. ومعانا تليفون تاني، استاذ ميشيل. الو. ايوه، مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيك، اتفضل بسؤالك دكتور كميل معاك. ايوه اتفضل. الدكتور بيتكلم دلوقتي. ايوه دكتور، مع حضرتك، اتفضل. ايوه يا فندم، انا باخد اتينولول بقالي من زمان قوي، من اولموست 3 years. ايوه حبيبي. وحاليا في دكتور تاني اداني امفيوديرون 200، هل ده يتعارض مع السيمباستاتين ولا لا؟ مع السيمباستاتين؟ ايوه. ممكن يتعارض اذا خدت اكتر من 20 ملي جرام من السيمباستاتين. السيمباستاتين باخد 40 ملي جرام. يفضل، يعني في ساعات يحصل مضادات، والفارماسي بتقول لك في حاجات للضغط، ومعاها بيختلف معاها الكميه الكبيره بتاعت سيمباستاتين. فاحنا هل ممكن ابطل الامفيدرون ولا لا؟ لا ما تبطلوش، لان بقى واضح ان انت عندك اتريال فايبريليشن كده ولا لا؟ ايوه، دي بقى لها من زمان قوي. ايوه بس ممكن ترجع. انت دلوقتي عمرك قد ايه؟ 64. طيب بقالك قد ايه بتاخد الاميودرون؟ بقالي اولموست سنه دلوقتي. سنه؟ اوكي. ايوه. بص، ده موضوع يعني كبير شويه، ان انا لان انا مش بعالج هنا، انا بشرح. فاللي انت عندك اتريال فايبريليشن، لازم تتكلم مع دكتورك عليها، لاني احنا ما نقدرش نبطل الاميودرون ما دام ابتدى وغير عمل، لكن انت صغير في السن، فساعات احنا بنفتكر في الصغير بنقدر نبطله ونشوف هيرجع الاتريال فيبريليشن تاني ولا لا. ده بقى بينك وبين الدكتور بتاعك. الحاجه الثانيه، انت بتاخد 200 في اليوم، 200 ملي جرام. احنا ساعات بعد شويه بنقللها ل 100، بس دي كل دكتور وطريقته، فانا ما اقدرش افرض على طريق الدكتور بتاعك اللي بقوله انا، واخد بالك؟ فانت تتفاهم مع الطبيب بتاعك وتقول له انا هاخد الاميدرون ده لغايه قد ايه. اذا كان قلبك ما فيهوش حاجه، ما فيهوش هبوط، وبس المشكله اتري فيبريليشن، ممكن يتعامل انه يشيله او يقلله، ويقلله المده، واذا ما جاتش الاتري فيبريليشن ممكن يبطله ويشوف، وان عايز يرجعه تاني يرجعه تاني. لكن ده موضوع ما اقدرش انا اعالجك في التلفزيون وانت عندك دكتورك، واخد بالك ولا ايه؟ لكن انا بديك فكره ان احنا بندي معلوميات هنا، ان انت عندك اتريال فيبريليشن، ولانك صغير في امكانيه ان الدكتور بتاعك يبطل او يقلل وبعدين يبطل. اوكي؟ اوكي، متشكر خالص. الرب معك، الرب معك حبيبي. شكرا لك يا استاذ ميشيل. ودكتور معانا تليفونات كتيره الحقيقه، ربنا يباركك ان حضرتك بتجاوبهم باستفاضه. ونقول معانا اخت امل. الو، اخت امل خبره ببلاش، اتفضلي. مساء الخير لحضرتك. اهلا، ازيك؟ اكيد الدكتور سمع حضرتك، اتفضلي. أيوة بالسؤال. علي صوتك شويه بقى. ايوه كده كويس. ازيك يا دكتور؟ انا كنت حامل، وفي الشهر السادس حصلت لي مشاكل، فاضطر الدكتور ان هو ايه يولدني. بس قبل ما يولدني قعدت في المستشفى 10 ايام ما اتحركش خالص من على السرير. فبعد ما البيبي جه وكده، لما خرجت لقيت رجلي الشمال وايدي ودماغي في تنميل من فوق لتحت، في الشمال كله، الاتجاه كله. الجزء الشمال كله؟ الجزء الشمال كله؟ الجزء الشمال كله. فبعد ما رحت المستشفى قالوا لي ان اشتباه في جلطه. فانا مش فاهمه بناء على ايه، لان يعني مفيش ساعتين ثلاثه وبدات تخف، بدات دراعي يتحرك ورجلي تتحرك. فعملوا الالترا ساوند وكل حاجه على رقبتي وعلى رجليا وعلى القلب وكل شيء، قالوا كل حاجه كويس ونورمال جدا، مش اي حاجه. بس وانا في المستشفى قالوا لي ان نوعين الكوليسترول عاليين جدا، مشوني على علاج الكوليسترول واداني اسبرين علشان لو في جلطه يعني اسبرين يضيعها. فانا دلوقتي بعد ما خرجت
عملت تحاليل ثانيه طلع مفيش كوليسترول خالص ولا اي حاجه، بس ماشيني برضو على علاج الجلط ده اللي هو زي الاسبرين. اللي هو بتاع بيدوكي ايه؟ بيدوكي ايه؟ مش عارفه نوعه بصراحه، بس هو الدكتور ان انا عندي حساسيه قال لي ده مش اسبرين، بس حاجه زي الاسبرين تضيع حتى لو في جلطه. يعني انت حساسه للاسبرين؟ اه عندها حساسيه. حساسيه للاسبرين ما اقدرش اخده. فراحوا ادوكي بلافكس بدل الاسبرين؟ ايوه اه. اه اوكي. فانا دلوقتي مثلا يعني انا برضع، فعايزه اعرف كل ما اروح مثلا للدكتور والدكتور يقول لي لا اوعي ترضعي البيبي مثلا وانت بتاخدي العلاج ده. طب انا اعرف ازاي امتى ابطله لما انا دلوقتي مثلا هم قالوا لي ان كل حاجه نورمال، ابطله ازاي؟ ابطله من نفسي ولا لازم اسال الدكتور ولا ايه؟ طبعا طب لازم تسال الدكتور اللي عارف اللي موجود يديك ايه السبب. يعني في الاول لازم يقول لك جات لك الجلطه منين وراحت فين وايه السبب، ده نمره واحد. اذا كانت علشان خاطر في بعض الاحيان بيحصل سماكه في الدم في ظروف زي ظروف الحمل او ظروف الناس اللي بتاخد الاقراص بتاعه منع الحمل، بيحصل تسمك في الدم وممكن تحصل جلطه وتروح، مش معناها ان طول عمرك هتبقى عندك جلطه. فتسالي السؤال ده، اذا ما كانش في تصلب شرايين وما فيش حاجه في الشرايين الرقبه وعملوا كل الحاجات وعملوا ام ار اي وحاجات زي كده ولا لا؟ كل حاجه طلعت نورمال. ما دام طلعت تتكلمي معاه تقول بقولي انا ممكن يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن اقول ان هي دي سببها انك انت نمتي 10 ايام على ظهرك، ممكن يكون دوستي على عصب معين او اتجاه النومه، لان 10 ايام او اكثر على ظهري ممكن يكون هو اللي سبب كده. فانا عايزه اعرف تبقى اذا الام ار اي وكل حاجه طلعت نورمال يعني. لا ما انا عشان كده بقول لك اذا كان التنميل، مفروض في فرق بين التنميل اللي يجي من اعصاب في الرقبه ولا التنميل اللي يجي من سبب تجلط. فلازم الدكتور عمل جاب اخصائي اعصاب كشف عليكي؟ ثلاث دكاتره كشفوا عليا قالوا مفيش اي حاجه، عملوا لي اختبارات في كل الاتجاهات وكل حاجه قالوا مفيش اي حاجه خالص. وانت عمرك قد ايه؟ 36. انا يعني ما اقدرش اقول للدكتور يقول ايه، لكن في حاله زي حالتك مش معناها انك انت تاخدي الحاجه لطول العمر، ده كلام انا يعني ما شفتش حاله زي كده. فاتكلمي مع الدكتور وقولي له انا اخد ليه الدواء ده وانا ما عنديش حاجه، ما عنديش. هي ممكن تكون زياده بنج يا دكتور؟ ممكن تكون ايه؟ زياده بنج؟ البنج اثر يعني؟ اذا كان عملوا لك حقنه في الظهر، انا ما اعرفش. عملوا لك حقنه في الظهر؟ ابيديورال. ده طبعا ممكن قوي. ما انا ما يعني دخلت في ظهري ثلاث مرات وطلعت. عشان تحاول تديها صح. بس تدي جالك صداع؟ بعد ما قمت من الولاده. بعد ما قمت من الولاده رقبتي ما كنتش قادره يعني اوقفها كده. جالك صداع؟ جالك صداع؟ مستمره لحد دلوقتي. طيب ما انت ما ده واضحه ان ده ممكن يحصل قوي، ده مش بس يحصل كده، ده ممكن كان يحصل في بعض الاحيان ان جزء من الجسم يتشل. انت بتكلمي على حاجه دي المفروض كان يفهموها من ساعتها، يمكن عمالين يتكلموا كده عشان مش عاوزين يقولوا الشبهه عن الدكتور اللي عمل كده، لان الابيديورا لو اتاخد غلط بيعمل مشاكل. طبعا طبعا. انا ما فهمتش انك انت ادوك الابيديورا والحاجات دي، انا بتكلم على انك حسيت ان كل جسمك حصل على غفله. لكن لا، لان انا والده من يوم 13 لحد النهارده الصداع لسه اثره، لدرجه انا مش حاسه بدماغي، احيانا بحس بدني جامد فيها مش قادره افتكرها. انت بقالك قد ايه الحكايه دي؟ انا والده يوم 13 اكتوبر. طب ده حاجه جديده. مفروض تروح منك خالص، راحت ولا لسه؟ هي يعني برضه الصداع موجود، لكن بالنسبه للاول لا طبعا ده يعتبر خفيف. الاول في تحسن. تاخد لها دكتوره البنج قالت لي حاجه غريبه شويه، يعني لما بعت لها وقلت لها ان انا مش قادره حتى قالت لي انا ممكن اديكي حقنه في الظهر تضيع لك كل اثر البنج اللي في ظهري. فانا مش فاهمه هي بناء على ايه قالت كده، وجات لي مرتين وانا في المستشفى عشان تقول لي كده قبل ما اخرج. هي اكيد غلطه ومش قادره اقوم من على السرير. تقدري تقولي لي اسم المستشفى؟ ميديكال سنتر في جيرسي. في جيرسي؟ جيرسي. جيرسي. لا انا كنت فاكرك هنا في لوس انجلوس، كنت اعرف المستشفيات. ما اعرفش بقى مستشفيات. على اي وضع يستحسن اذا كنت مشغوله
انك تشوف انت عندك دكتور بتاعك ولا دكاتره تانية؟ هو الدكتور بصراحه بيقول لي لا مش باثر البنج، بس انا مش فاهمه هل هو يعني عايزين يعني. هل الدكتور ده اللي قال لك كده كان هو في المستشفى بيعالجك؟ اه هو اللي ولدني، الدكتور اللي ولدني. دكتور الولاده؟ اه افضل انك تشوفي اخصائي امراض باطنيه. وتطلبي منه ان يشوف كل الفحوص اللي عملوها في المستشفى، وهو هيقدر يقول لك تعملي ايه. ما تخليش يعني ممكن يكون اثر البنج، ولا ممكن اكون انا فعلا جات لي مثلا زي جلطه كده ومشيت، ولا لا إيه؟ انا يعني طبعا جلطه ممكن تيجي، بس نادره انها تيجي بالطريقه اللي جات لك انت. في العاده بتيجي في الرجلين، في حتة يعني تكون مش بتتحرك فيها الدم، لكن عشان تيجي وتعمل ده يعني هقول حاجة أنا شايفها نادرة جدا في العمر بتاعك. فعاوز أقول إن أحسن حاجة إنك تشوفي أخصائي أمراض باطنية وتقول أنا عندي المشكلة دي ومديني الدواء ده، وممكن أجيب كل البيانات بتاعة المستشفى، تاخدي كل الفحوص، تاخدي الريكوردز بتاعتك كلها وتوريها له ويقرر لك ايه، لان ده موضوع يحتاج ان يبص على كل الظروف بتاعته والملابسات بتاعته. طب يعني انا من نفسي ما اقدرش اوقف علاج الجلطه؟ لا ما توقفيش حاجه، دكتور قال لك. انت لازم الدكتور يديك، ودي الحكايه اصلها جديده، فانت ما تزعليش دلوقتي لان حكايه جديده بقى لها شهر بس، مش كده؟ اقل من شهر. فخليكي معاه على الاقل شهرين ثلاثه، وفي الوقت ده يبص حد يشوف لك الظروف. انت ما عندكيش دكتور خاص برايمري؟ عندي. روحي له قولي له شوف لي الموضوع ده بس، وهو يعرف يتصرف، يقدر يشوف حاجات ويقول انا هبعتك لده او ابعتك لده، ويعرف يحل المشكله. شكرا لك يا اخت امل، الرب يباركك. الرب معك. ربنا معاكي. معانا اتصال تاني، استاذ جون. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. مساء النور. أنا جون من ميريلاند. أهلا يا أستاذ جون، معك دكتور كميل، اتفضل بسؤالك. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، ازيك؟ اتفضل. طيب أنا حضرتك كان عندي مايلد هارد أتاك 3 years ago. أيوه. بقول لحضرتك كان عندي هارد أتاك. سمعتك. مايلد هارد أتاك. مايلد. أيوه. وبعدين عملوا لي ستنت في مستشفى في واشنطن. عملوا لي ايه؟ انا مستمع. وعملوا لي وان ستنت في وان ستنت، حطوا ستنت. اوكي دعامه. اوكي. فباخد بلافكس واسبرين. ايوه خلي استاذ جون لو سمحت ممكن تسمعنا من التليفون وتوطي التلفزيون شويه بعد اذنك. حاضر. اوكي اتفضل. وبعدين انا رحت بيدوني بقى بلافكس ودواء للضغط تاني ودواء تاني، يعني اثنين دواء للضغط. في بس سؤالين يا دكتور كميل بعدين. اتفضل. باخد الكريستور 10 مللي جرام بالليل. كويس. بس بصحى بقى ركبي مش قادر اتحرك منها. ركبه. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني تأثير الأكل، أنا يعني عندي مطعم، ويعني أحيانا الواحد مع يعني الجوع الشديد بضطر آكل أي حاجة وخلاص، لأن كنت مدخن وبطلت السجاير من تحت الحكاية دي. أيوه. السؤال بقى إنك أنت اللي تعبك حكاية الوجع اللي في ركبك، مش كده؟ الوجع اللي في ركبي زائد السؤال الثاني اللي هو الأكل. ما الاكل ده بموضوع بقى ملهوش حل تقريبا، غير انك انت تحط قدامك لما تكون جعان حاجه ما تخليكش ما تربيش الكوليسترول، يعني مجهز نفسك حاجه. مثلا انا ما عنديش مانع انك تحط قدامك سمكه، نص فرخه، حاجات زي كده، لكن كنت عاوز تتسلى في حاجه وما تعملكش كالوريز، تعرف اعمل ايه؟ خد خيار وتسلى فيه. الخيار عباره عن ميه، فتدور على الحاجات اللي ما يكونهاش يعني انا هقول ايه بس صحيه، حاجات كده فرفاشه، لكن عشان تاخد حاجات من اللي بنسميها احنا جانك فود وبعدين، فعاوز اقول لازم تلاحظ اللي انت عاوز تعمله ايه. انت ما عندكش سكر؟ لا ما عنديش الحمد لله. اي طيب، يعني خد فروت يا اخي، او خد سالاد،
يعني في حاجات كتيره، اعمل روحك سندوتش على خفيف اعمل سندوتش طعميه يا اخي، ده كويس قوي قوي. يعني عايز اقول في حاجات كتيره تجهز نفسك تخليها معاك لما تجوع تستخدمها. ما انما يعني ما تكونش لحمه بقى يعني. لا انا مش ضد اللحمه، انا مش ضد اللحمه، انا بفضل ان بس تحاول انك ما تحطش الدهن كتير، لكن انا مش ضد اللحمه ومش ضد تاكل فراخ، والسمك افضله اكتر من كل حاجه. فلازم على الاقل مره واحده في الاسبوع تاكل سمك، مره واحده لازم على الاقل. عايز تاكل مرتين اهلا وسهلا، انما الاكل من ناحيه البروتين انا ما عنديش لحمه او ده كله كويس. الحاجات اللي تلاحظها بقى اللي هي فيها ملح كتير، عشان انت عندك ضغط قلت لي مش كده؟ ضغط باخد ليزنبريل وميتروبريل. مش سامع. باخد نوعين دواء للضغط. ايوه يعني ما دام عندك ضغط يبقى الملح هو عدوك، الملح هو العدو، واحنا المصريين نموت في الملح والسكر، نعلس. ما باكلش، لا بطلت، ما باكلش ملح اساسا يا دكتور، والسكر باخد يعني نص معلقه بس. طيب ما دام منتبه للملح كويس قوي قوي، فعشان كده بقول لك الجبنه المالحه تبعد عنها، الفسيخ والملوحه والحاجات دي ما دام ما تاكلش الحاجات دي انت كويس. اما من ناحيه السؤال الاولاني سالت على الكوليسترول، ممكن قوي علاج الكوليسترول ياثر على عضلات الجسم ويوجد وجع، فلازم تعمل كشف الدم. إذا كانت الإنزيمات بتاعت العضلات عالية في الدم ده يبقى مشكلة لازم تنتبه لها، فلازم تقول للدكتور بتاعك عن وجع، إذا كان وجع عضل ولا وجع ركب من أرثرايتس يعني. أنا معرفش، أنا فعلا قلت له وعمل لي كشف على رجلي كلها، قال لي إن ممكن إن يعني زي الهارد أتاك اللي حصل في القلب ممكن تحصل في الرجل، وطلع مفيش حاجه خالص. بس انا بصحى حضرتك يا دكتور من النوم ركبي وانا اسف التعبير الكعب بتاع القدم من تحت يعني عايز واحد يشيلني. ولما تمشي بعد كده بيحصل ايه؟ لما بمشي خلاص، لكن اول ما بمشي الالم شديد جدا. هل بيعمل تقلصات في عضلات الرجل؟ لا تخلصات لا، لكن أوكي. انا بمشي بقى بعد كده رايح جاي رايح جاي رايح جاي ما بحسش بالتعب الحقيقه. يعني انا مش قادر اعرف بالظبط هل هو ساعات اذا كانت في الركب بالذات لازم يفحص، لاحسن يكون مبادئ روماتيزميه اللي بيسموها روماتويد، تيجي في العاده في الصحف بس ساعات تيجي في الايدين. انت بس بتقول ركب بس مش كده؟ الركب والكعب والقدم من ورا. لا يعني ده يحتاج ان الاخصائي بتاع الامراض الباطنه يعمل فحص تسي دي جايه من روماتيزمات ما فرق او اللي بيسميها ارثرايتس ولا مش ولا جايه من العضلات، وده موضوع ما اقدرش يعني اقول لك غير انك تسال الطبيب بتاعك من فضلك. اوكي الرب معك، الرب معك. شاكرين يا دكتور جدا 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 يعني. العفو حبيبي. شاكرين. على خير. وحضرتك من اهلا وشكرا ليك. معانا اتصال تاني اخت ميرفت. الو الو مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ الله يسلمك. ايه معاكي دكتور، اتفضلي بسؤالك. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا. انا ليا لحضرتك سؤالين، معلش هتعبك معايا. اتفضل. السؤال الاولاني بخصوص ابني، هو عمره 9 سنين ونص وطلع عنده كوليسترول في الدم، فالدكتور طبعا قال هنمشي على دايت مش هنبدا علاج، يعني بلاش اللي هي الفاتي فود او الاكل اللي فيه محمر او الايس كريم او الجبن او الزبادي اللي هو التوتالي فات او كده، هو ياخد كل حاجه ريديوس فات وبلاش الحاجات دهيت يعني. فانا مش عارفه هل في مثلا علاج للكوليسترول عند الاطفال في السن ده 9 سنين ونص؟ ده أول سؤال. الثاني سؤال مخصوص قلبي، أنا عندي كوليسترول عالي، حتى ده الدكتور قال قد يكون يعني أنا ووالده عندنا كوليسترول، إحنا الاثنين عندنا سكر. أنا عمري 44 سنة،
عندي كوليسترول، والدكتوره كانت ادتني اللي هو اللوفاستان اللي هو التابلت الصغيره خالص دي. ايوه. انما انا مش باخدها بصراحه لانها بتلخبط لي حاجات تانية، يعني يمكن من ساعه ما وصفت للدكتوره الدواء ما خلصتش ايه من اول بوتل. فمش عارفه ايه الحل في الحبوب دهيت. هل هي مثلا ممكن، يعني انا برضو بحاول ابعد عن الاكل اللي هو المدهن او الفيه دهون او المحمر او برضو الايس كريم والحاجات دهيت، يعني بحاول اتجنبها. انما هل ده يغني عن استخدام الحبوب ولا لازم ارجع اخد اللي هو اللوفاستان ده؟ هي ادتني اللوفاستان ده وادتني نوع تاني اسمه فايترون او ايه؟ اه فايترون، فايترون 10 ملي جرام على 7 تابلت، هي الشريط على بعضه. ايوه. والكميه 10 ملي جرام. ايوه. مش تابلت. ايزيتامايب، عارف؟ ايوه اتفضلي. ايوه. ده النوعين اللي هي ادتهمني. قعدت فتره طويله اخد الفايترون، وبعد كده ابتدى الخبط لي حاجات ثانيه. يعني مش عارفه، ابتدى الخبط مثلا الدوره تيجي مره ثقيله مره خفيفه، وقلت بلاش منه. يعني في دكتوره اللي هي بتاعت النساء فقالت لي احيانا ادويه الكوليسترول بتاثر. ما اعرفش هل الكلام ده صحيح ولا انا بلخبط، لاني مش باخد الدواء دلوقتي نهائي خالص، منعته. يعني بحاول امشي على الدايت، اتجنب الاكل اللي هو اللي فيه الدهون وخلاص على كده، انما مش باخد دواء خالص. وزي ما قلت لحضرتك عمري 44 سنه وعندي سكر من سنتين ظهر معايا. شكرا ليك، اتفضل يا دكتور. حضرتك ايه؟ هقول لك بالنسبه لابنك اللي عمره 9 سنين ونص، مش كده؟ انا ما بنعالجش اللي بينمو باي دواء من ادويه الكوليسترول. والمهم يبقى موضوع الوزن والاكل الاثنين. هو اوفر ويت. ما دي المشكله. اوفر ويت. ما دي اول حاجه تتعمل، ان هو الوزن والاكسرسايز، وده بالنسبه له اهم حاجه. هو حوالي 164 باوند يا دكتور. نعم. 164 باوند. مين؟ الولد. ابني. ازاي ده؟ هو 9 سنين ونص قلتي ولا قلتي حاجة غير كده؟ لا 9 ونص، بس هو طويل قوي. لا بس ده كتير، الوزن ده كتير قوي. لا 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 كتير يعني. لا ده أهم نقطة بقى، ده مهم جدا جدا إن هو يعالج الوزن. لازم يحاول، لأنه إذا كان هو دلوقتي وهو عمره 9 سنين ونص وزنه 164، معناها لما يبقى عمره 15 يبقى وزنه 250، ولما يبقى عمره 25 يبقى وزنه 350. وده اللي بنشوفه، اللي بقوله لك ده هو اللي بشوفه أنا مع العيانين اللي يهملوا ويبصوا يكبروا ويمشوا ما تعرفيش، يعني ممكن عاوزين كرسيين وعاوزين سريرين عشان يناموا عليهم. فانت لازم من دلوقتي اعملي معروف. هو اندر كنترول دلوقتي، في ايديها هي، ممكن تتصرف. هو طريقته في الاكل عبيطه شويه، يعني مثلا يحب لك الماكدونالد، يحب ما انت في ايديكي كل حاجه. بصي انا نسيت الاسم، اختي ميرفت. يا اختي ميرفت، ميرفت شكل حضرتك بتعملي اكل حلو على طول في المطبخ. بصي بقى، ركزي معاه على انه ياكل البروتين ويقلل من الكربوهيدرات، يعني كل الحاجات السكريات تتشال منه. ال 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 انه يطلع والمحمرات طبعا. المحمرات طبعا لازم تقللي منها على قدر الامكان، لانه هيحبها ياكل كتير منها. فخلي الاكل يكون خفيف، وفي نفس الوقت خليه ياكل خضار كتير. السلطه مشكله بقى. لا مش مشكله، قلت لك دي المشكله. لا دي بقى مشكله. عدو السلطه، وساعات بعمل الخضار اللي هو على الستيم ده ما يقدرش ياكل. لا يبقى يعني تحتاجي ان واحد دكتور يساعدك انه يكلمه، او حد يكلمه، لان دي هو في ايدك دلوقتي، والا صحته هتتضرر مع هو البرايمري كير بتاعه. يعني حرام حرام انه بعد كده يطلع يكبر وبعدين يمشي وما خلاص ما حدش يقدر يقول له اي حاجه. فانت يعني ربنا يساعدك. هو ابني الوحيد يا دكتور، فشويه بين وذراعي. ربنا يساعدك، وبقدر الامكان بروع المحبه والعطف تبيني له انك اتكلمتي مع الدكتور، والدكتور يهمه امرك وعاوزك تبقى مستقبلك، لانك انت ممكن مستقبلك يتضرر بالطريقه دي. بروح المحبه
وان شاء الله يعني ربنا يساعدك، واحنا كمان هصلي لك حتى بعد ما نخلص البرنامج. الله يخليك. طب انا بالنسبه لمشكلتي انا انجي وانا هتكلم، نصلي مع بعض ونذكر ابن مربت. لو تقولينا الاسم اسمه ايه؟ جوزيف. هنصلي لاجل جوزيف وقولي له ان احنا بنصلي له، والرب يساعده انه يغير التفكير بتاعه. اما بالنسبه لمشكلتي انا بقى، مشكلتك انت، ما انا جاي لها بسرعه. مشكلتك انت ان ما دام عندك سكر يبقى الكوليسترول لازم يتعالج. ايوه بكل بساطه يعني. ليه؟ لانه السكر بيسبب تسربات الكوليسترول، فما دام في سكر يبقى لازم، وسكر عباره عن التهابات في الاوعيه، والكوليسترول اللي بتاع علاج الكوليسترول بياخد هذه الالتهابات، بياخدي على هذه الالتهابات. فمن فضلك استمر عليها ما دام، يعني استمر عليها ما دام مش تعباكي في حاجه، هي قرص بالليل وخلاص. ولازم طب اللخبطه اللي بقول لحضرتك عليها دي مثلا زي ساعات، هل هو فعلا بيأثر مثلا على البيريود او كده؟ بيأثر على ايه؟ البيريود. انا ما يعني ما حدش شكى، ما عنديش فكره بالموضوع ده الحقيقه، لان ولا النوفاستير ولا الفايترول. لا دوكا الفايترول الاولاني اللي فيه الايزيتامايب الجزء الكبير منه مش بيمتص، ما بيمتص، بيشتغل في بيمنع الكوليسترول من انه يدخل الجسم، فما بيأثرش. واحد فيهم اللوباستان اللي هو، لا اللي هو بنسميه ايزيتامايب اللي قلت عليه فايترول، اوكي؟ ده ما بيدخلش الجسم. اللوباستاتين بيدخل الجسم. بس ما دام اللوباستاتين ده اول وابسط واحد ومش متعب ابدا. فاهم ده؟ واحد بيتر يعني احسن. نعم؟ أنا واحد أحسن. أني واحد أحسن يا دكتور؟ لا أنا ما أعرفش كمية الكوليسترول بتاعتك إيه، ما هو مديك. أنا عندي الاثنين بس يعني حاليًا عشان أبقى أمينة مش باخد ولا حاجة فيه. أنا أفضل اللوباستاتين. اللوباستاتين. ما دام ما فيش مانع إنك تاخديه، ما بيوجعكيش في حاجة، يبقى أحسن حاجة اللوباستاتين. طب هل في تأثير على الكدني يا دكتور؟ على الكدني؟ لا. لا. مفيش. اوكي شكرا لك يا اخت مربت، الرب يباركك. وهنصلي من اجل ابنك جوزيف في اخر الحلقه مع الدكتور. ومعانا اتصالات كتير يا ريت، بس انا عايزه الاسئله اسرع شويه عشان عايزين ناخد اكبر تليفونات الحلقه دي. معانا بنت الرب. الو الو، اهلا بيكي. الو، اهلا اهلا بيكي بنت الرب، اتفضلي. مساء النور. اهلا وسهلا. مين؟ انا ليا سؤال عن حضرتك يا دكتور. اتفضلي. انا عندي من الجيوما في المصحف 5 مللي جرام، 5 مللي متر، بين جذع المخ والمفيخ الناحية الشمال عند الودن كده. سامع دكتور؟ ممكن تعلي صوتك شوية، احنا مش سامعين كويس. عندك ايه بتقولي؟ مننجيوما، ورم في المخ. همنجيوما. عندك همنجيوما. اوكي سمعتها دلوقتي. في المخ ولا بره في جنب الودن؟ في المخ، بين جذع المخ والمخيخ. ايوه ناحية الشمال. ايوه قطع. هو ناحية الودن الشمال. ناحية الودن الشمال. وده يعني ايه السؤال؟ كان عندي نويز جامد وليسلينج ورينجينج في وداني، قاعد من 2005 جون لحد فبراير 2008، وبعد كده النويز دي اتنقلت للراس، اليمين من الامام. ايه اللي بتسمع، بتحسي بايه؟ صوت جامد على طول، دوشه دوشه طول النهار وطول الليل على طول. هل الدوشه دي بتزن في الودان؟ صوت ساعات بيبقى زي اللسعات كده، وساعات صوت جامد، وساعات صفاره. ايوه لا مش في الودان بقى، في ولما بتنامي في الودان بقى في الراس. ولما بتنامي برضو بتسمعيها؟ وانا بنام وانا طول النهار وطول الليل. طيب هل سمعتي، هل قالوا لك عندك تينيتس؟ دلوقتي هل بعد كده انا عملت كشوفات وكده؟ لا ما قالوش. تينيتس يعني ايه تينيتس؟ تينيتس اللي هو الزن في الودان، الزن اللي انك تسمع صفاره ما لا تشتغل. ايوه اسمه، لا ده ملا دي حاجه، والتينيتس حاجه ثانيه. فلازم اخصائي الاذن هيعرف عندك الودان. نعم في الراس مش في الودان. في الراس مش في الودان. انا رحت لاخصائي الاذن، قال لي
التاني من الجيومة ما يسببش الصوت ده. ورحت للدكتور راديشن قال ما بيسببش الصوت ده. انا الودان برضو عملت هيرينج تيست برضو قال ما فيش الودان ما بتسببش الصوت. لا، الودان بتعمل مرض اسمه تينيتس. تينيتس ما هو الدكتور قال لي لسه من اسبوعين قال لي لا ما قال لي كده قال لي ما بيسببش الصوت ده. اوكي، وقال لي روحي. يعني انا يمكن ما اقدرش اجاوب السؤال ده لانه خارج عن القلب شويه، لكن هقول لك على حاجه. الهيمانجيوما ما يتعملهاش حاجه ما دام مش بتاثر في حاجه. فاللي يعرف الموضوع ده يكون اخصائي مخ، يعني بتوع الاعصاب وبتوع المخ اللي هم. انا رحت ما عمليش حاجه خالص، رحت لاخصائي ما عمليش اي حاجه. قال ايه؟ طيب ما قال حاجه. قال ايه؟ ما ادانيش اي ادويه ولا اي حاجه خالص. لا، ما ملهاش ادويه. كل سنه يتعمل ام ار اي. هي كده. في طبعا حاجات بيعالجوها انه بيحطوا مواد تخليها تتقفل وتعمل لها كواجوليشن، لكن انا دي ما عنديش خبره في الموضوع ده. لكن اخصائي الاعصاب مفروض يعرف انه إيه. لكن انا ما سمعتش انها تسبب، الا كانت ممكن تسبب اللي بنسميها ثروبنج، يعني تحسي حاجه انها تعمل كده ثروب بالعربي مش عارف، يعني نبضه تروح وتعمل زي ما تقول حاجه بتعمل نبضه 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 نبضه. انا ساعات نبض القلب خفقان، يعني بتحسي بنبض القلب. نبض القلب في المخ. ده ممكن لو كانت الهيمانجيوما كبيره. ودي بقى يعني موضوع الحقيقه خارج عن نطاقي للاسف. انا كنت احب اساعدك في الموضوع ده بس ما عنديش. اتفضلي. وهل ام ار اي؟ انا عملت 3 ام ار اي في جون 18 و سبتمبر 28 وبعدين اكتوبر 28 على الظهر، ام ار اي على الظهر. ام ار اي على الضغط؟ على الظهر. على الظهر، لان عندي الام جامده قوي في الظهر. في الفقره الثانيه والثالثه. السؤال بقى دلوقتي انا عايزه اعرف كمان عندي حاجه ثانيه، باركنسون. باركنسون؟ عندك باركنسون؟ هو بيسبب النويز دي يا دكتور؟ باركنسون عندك؟ انت عمرك قد ايه؟ 68. عندك باركنسون مع انك. أيوه. مع انك بتتكلمي كويس، ما شايفش انا مظاهر الباركنسون. في مشكله في المشي؟ في مشكله في المشي معاكي؟ هي بتسمعنا من التلفزيون. بيبقى في كرامب، في كرامب في رجليا وفي النوم اكتر، كرامب جامد. وبتاخدي علاج للباركنسون؟ ساعات الركبه بتوجعني في المشي. على اي وضع ما دام الموضوع يعني شكله كده كله تبع اخصائي الامراض العصبيه. الباركنسون ده مرض بيجي ما بنعرفش ليه بيجي، ليه بالعربي يعني كده بيجي لبعض الناس وما نعرفش سبب ايه، الا انه بيكون حاجات في شرايين المخ بتاثر على خلايا المخ. فيعني دكتور الاعصاب مفروض يوزن الحاجتين دول مع بعض ويقول لك اللي موجود ايه والعلاج ايه. هل ده بيعمل صوت في المخ؟ هل ده بيعمل صوت؟ بيعمل ايه؟ مش سامع. الباركنسون بيعمل صوت؟ صوت في المخ؟ في الراس؟ الباركنسون ما يعملش. لا ما يعملش. لا لا، ولا الثانيه من الجمع ما يعملش. انا ما يعني هم قالوا لي روحي. قالي ديبريشن. روحي ديبريشن. ديبريشن ممكن. انا بقول لك دلوقتي ان موضوع الحاجات بتاعتك مفروض يشوفوا ايه السبب، لان ما دام ما فيش تينيتس اللي انت الباركنسون ما يعملش الاصوات دي، وبعدين الهيمانجيوما ما يعملش الاصوات دي حسب معلوماتي. وان شاء الله تلاقي حد يحل المشكله دي بمشيئه الرب. ما يعملش. امين. شكرا ليكي بنت الرب. معنا اتصال تاني استاذ مجدي. الو مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا.
اهلا بك. انا احب عندي سؤال للدكتور لو سمحتي. اتفضل. اتفضل. دكتور انا من سنه ونص عملت بروسيجر فور ستنت ريبليس ستنت ان ماي هارت، ومن ساعتها باخد بلافكس واسبرين. هل اقدر ابطل مثلا البلافكس واخد اسبرين كل بدل اسبرين بدل البلافكس؟ اذا كان شريان واحد بس بتقول؟ شريان واحد وستنت واحد اللي انا عملته في العلم. سو شريان واحد وستنت واحد مش كده؟ يس. احنا بندي ده لمده سنه. وبعد كده ممكن يبقى اسبرين بس. ممكن اخد اسبرين بعد البلافكس بعد السنه، انا عاملها من سنه ونص تقريبا. يعني هل كلمت دكتورك وقال لك لازم تاخدها؟ لا هو قال لي خد بلافكس واسبرين بس ما سالتوش يعني على احتياج ان انا ابطل البلافكس واخد اسبرين بس. لا لما بيكون شريان واحد لما ابطل البلافكس واخد الاسبرين بس او اخد الاثنين مع بعض ما زلت. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بندي الاسبرين والبلافكس لمده سنه، وما دام شريان واحده ما بنزيدهاش اكتر من كده، سنه وخلصنا. انما اذا كان اكتر من شريان بنستمر اطول. فإذا كنت تسأل دكتورك الأول وتقول له إيه رأيك ويقول لك بقى. إنما إحنا ده نظامنا إحنا، مش معناها كل الدكاترة تعمل زينا. أوكي؟ الرب معك. أوكي. سؤال ثاني يا دكتور، ساعات بيجي لي وجع ناحية القلب في عضلة القلب نفسه، وجع خفيف كده وبيستمر لوقت معين وبعدين بيروح على طول. وأحيانا ثانية بيجي لي وجع في نص صدري بالظبط. في نص ايه؟ في ديفرنت بين الوجع اللي في النص الصدري. نص الصدر ناحيه القلب او بص او دي اعراض وجع الصدر، عشان انت عندك عارف وجع الصدر جالك قبل كده، عشان كده حطوا لك الدعامه او الستنت، فجالك وجع مش كده ولا ايه قبل كده؟ كان الوجع قبل كده كان في نص صدري بس. كان ايه؟ وجع كبير بين ان ذا ميدل وما شابه. ايوه لكن وبعد لما حطيت الستنت الوجع اللي في النص الصدري ده راح، وبيجي لي البين في ناحيه الشمال ناحية القلب. ما بيجيش على طول، بيجي كونستانت تايم يعني. أنا عاوز أقول حاجة، بيجي وأنت قاعد ولا بيجي وأنت ماشي؟ لا أحياناً بيجي وأنا نايم بالليل. وأنت نايم؟ أوكي. وبعد كده لكن لما تمشي وتطلع وتجري وكل حاجة ما بيحصلش؟ لما بطلع وأمشي وبعد بحس بنهجان يعني بريزين هارد. بنهج على طول بأي مجهود أعمله. بحس بنهجان شويه. بص عشان اريحك، انا شايف انه ده في الغالب مش من القلب. لا معرفش انت عندك حاجات تانية ولا لا. انت بتدخن؟ لا ما بدخنش. اوكي. ما دخنتش قبل كده؟ لا نقدر. كويس. فاحسن حاجه ما دام انت عاوز تطمن، خلي الدكتور يعمل لك ايه؟ اللي هو ستريس تيست، اللي هو يحطك على التريدميل ويشوف. ستريس تيست ايوه عملت يا دكتور، وقال لي القلب كويس، الوجع تقريبا يمكن من الدعامه اللي انا حاططها بحس بيها، هو ده بيسبب لي الوجع. لا الدعامه ما تعملكش، انت ما تحسش بيها، والوجع اللي انت بتقوله انا حسب ما شايف انك انت مشغول اكتر من اللازم ومش من القلب. ده شعوري انا. لكن طبعا دكتور ما دام عملت تريدميل وطلع نيجاتيف والوجع بيجي لك وانت نايم، وجع القلب ما يجيش وانت نايم، يجي وانت بتعمل حاجه. فده ممكن يكون في المعدة، ممكن يكون حموضة، ممكن يكون أي حاجة تانية. أوكي؟ أوكي يا دكتور. طب آخر سؤال يا دكتور لو سمحت. اتفضل. ارتفاع الوايت سيل في الدم ده فيه علاقة بالقلب أو حاجة زي كده؟ إيه هو يعني أنا عندي 14 في تحليل الدم الأخير اللي أنا عملته. أيوة. كان 14 وأنا أفتكر إن الأفرج بتاعه قليل. أنا مش سامع كويس. ممكن توضح الصوت شوية يا أستاذ مجدي؟ معلش ممكن تعيد شوية تاني وتوضح الصوت شوية؟ عيد اللي إيه ال 14 دي؟ سؤالي للدكتور إن الوايت سيل عندي تحليل الدم اللي أنا عملته كان عالي شوية، فهل هو ده له علاقة بالقلب أو ارتفاع الوايت سيل في الدم، كرات الدم البيضاء؟ كرات الدم البيضاء عمرها علاقة بالقلب يا دكتور؟ لا. كرات الدم البيضاء كان قد ايه بتقول؟ كانت اخر تحليل عملته من شهر 14000. كان هي كانت 16 وعملت تحليل ثاني نزلت ل 14.
ملهاش علاقة بالقلب، ملهاش. هو اللي ليه علاقة اللي هو البليتلتس، الكرات الدم، ما اعرفش بقى، البيضاء، الصفائح البيضاء بيقولوها بالعربي. ده هو اللي ليه علاقة، البليتلتس. وساعات الهيموجلوبين لما يكون الريد سيلز، الكرات الحمراء، عالية جدا. فدول الاثنين هم، لكن ما عندناش فكرة ان الوايت سيل ملهاش علاقة بالقلب. اوكي، الرب معك. شكرا ليك يا استاذ مجدي. شكرا، العفو. شكرا ليك يا استاذ مجدي. انا عندي مداخلات كتير جدا يا دكتور. طب عايزين نسال ولا عايزين نسمع؟ عايزين احنا عايزين نسمع، بس عايزين الناس تسال بسرعه. وعايز عندي سؤال كده، حد بس قاله بسرعه. اتفضلي. بيقول لك مريض في القلب، او مريض بالقلب عنده مرض القلب، يعني بيسالك ينفع يلعب جيم ولا لا؟ يلعب جيم؟ اه، مريض القلب ما دام اتعالج يعمل كل حاجة حلوة، بس المهم يكون خد العلاج المظبوط وراجع. يعني عاوز اقول ما دام اتعالج، لكن اذا كان واحد القلب بتاعه ضعيف، اللي هو ده معناه انه جات له هارت اتاكس كتيرة والعضلة ضعفت، هيكون صعب ان يعمل. لكن انا بقول للعيان اعمل على قد ما تقدر، ما دام مفيش وجع ومفيش ضيق نفس اعمل قد ما تقدر. انما اول ما يجي اذا كان في وجع يبقى ما تعملش اكتر من كده، واذا كان بيضيق نفس توقف عند كده. شكرا يا دكتور. تعبت ولا ناخد مداخلات تاني؟ انتوا راحتك. لا، هناخد مداخلات عشان الناس مستنيه معانا. طيب. بس الاسئله تبقى سريعه شويه. لمده قد ايه؟ احنا معانا مداخلات كتير، بس احنا بس نسرع الاسئله شويه. حدديها دلوقتي 15 دقيقه اكتر حاجه. المخرج بتاعنا يرد عليا بسرعه. ربع ساعه كمان يا دكتور. اوكي خلاص. اوكي، هناخد مداخلات سريعه. بنت الرب معانا، نقول الو. ايوه، اهلا بيكي. مساء النور. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، اهلا بيكي. بقول لحضرتك يا دكتور، انا جوزي شايل المراره وشايل كليه، والكليه الثانيه مش شغاله غير اقل من 30%، وبيجيله السكر يهبط قوي 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 لدرجه ان الهدوم كلها تبقى تتعصر ميه عليه، وبعد كده بيعلى قوي قوي وقلبه ب 200 وحاجه. فانا بالنسبه للكلى ان هي مش شغاله غير اقل من 30%، انا متضايقه كده قوي عليه وزعلانه، فمش عارفه بالنسبه للحاله دي بيعلى يعني قوي قوي السكر وبعدين يوجع قوي. ايه المشكله بقى قوي؟ ايه الحل يعني؟ عايزه اسال حضرتك ايه الحل يعني يا دكتور؟ حل من ناحيه السكر ولا من ناحيه الكلى؟ من ناحيه الاثنين؟ الاثنين، السكر بيعلى قوي قوي ويوجع قوي قوي. طيب. لدرجه ان كل الهدوم تبقى مغلوله عليه ميه جامد قوي. ايوه، هو لما لما بينزل، مش لما يعلى السكر بيجي له العرق، ده لما ينزل. لما بيوطى، لما بيوطى يا دكتور. بالظبط. اوحش حاجه نزول السكر، واللي بنسميها الهايبوغلايسيميا، دي اوحش حاجه، بتضر القلب وتضر اجزاء الجسم كله والمخ كمان. فده لازم دي ما تحصلش. ازاي ما تحصلش؟ طب هي بتيجي لوحدها، طب نعمل ايه؟ طب يعمل ايه؟ هو دي بتيجي لوحدها. اوكي، انا ما هل بياخد اقراص بياخد حاجه للسكر هو؟ طبعا، امال ليه بياخد؟ ده بقاله كذا سنه، 12 15 سنه السكر عنده. بياخد ايه؟ بياخد ايه؟ ما عنديش فكره انا صراحه يا دكتور، ما عنديش فكره على الادويه اللي بياخدها. هل... انا ما عنديش الادويه بتاعتي كويس. اوكي، لا انا بس بسال، بياخد اقراص ولا بياخد انسولين؟ لا، اقراص. اوكي، ما بياخدش انسولين. اوكي، يبقى بقى الاقراص دي يروح قاطعها بالنص على طول، ويتكلم مع الدكتور بتاعه انه يغير الكميه، لان لازم الكميه تنزل. لان لو السكر بتاعه في حدود 180 وهو يعتبر عالي شويه، احسن من لما يكون 60 و50. شفت ازاي؟ بيوصل لكده، بيوصل ل 60 و65 و85. انا عارف، انا عارف ده غلط. عشان كده بقول لك يقلل من كميه الادويه اللي بياخدها للسكر، بتاعت السكر. ما ياخدش. طب بالنسبه لل نعم، طب بالنسبه للكلى يا دكتور، الكلى اللي هي مش شغاله غير اقل من 30%، ايه الحل مع الكلى؟ الكلى ممكن يحافظ عليها لمده، في ناس كتيره 30% ويعيشوا مده طويله قوي، ولما يجي الظروف لو تاخرت اكتر من كده هيحطوه على دياليسيس، اللي هي ايه؟ غسل الدم. غسيل الكلى. فدي مش مشكله يعني. انت عايشين في طب دي
طب في اعراض يا دكتور هتظهر عليه لما الكلى مثلا تبطل ان هي تشتغل؟ في اعراض هتظهر عليه؟ لا، الدكتور اللي بيشوفه بيعمل دايما فحص دم ويشوف كمية السموم الكرياتينين. فده موضوع مش صعب قوي يعني، ليه متابعة، والمتابعة اللي بيعملها الدكتور هتكون ماشية كويس مدام بيمشي مع دكتور بيلاحظه تبقى مظبوط ويمشي مع العلاج. بس ما يتكلم مع الدكتور يقول له اللو شوجر ده لازم ما يحصلش. هل هو بيشوف أخصائي كلى؟ منتظم مع اخصائي كلى. خلاص يعني يقول له اللي بيحصل وهو يصلح له الموضوع. يعني ده موضوع مش صعب ابدا. اللي بتقوليه ده موضوع في منتهى البساطه في العلاج يعني، لانه فربنا يشفيه ويطول عمره. اوكي، شكرا ليكي بنت الرب. معانا اتصال تاني من نجوى. الو اخت نجوى، مساء النور. اهلا وسهلا، خبره ببلاش، اتفضلي. معانا الدكتور كميل. اهلا وسهلا، ممكن اكلم الدكتور؟ اكيد اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا، ازيك يا دكتور؟ الله يسلمك، اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا يا دكتور كنت عملت عمليه بقالي اسبوع دلوقتي عاملاها، او انا رحت كشفت امراض نساء، قال لي ان عندك عين ابيض زي الياف وناحيه فيها ميه، وعملها لي. بس انا حاليا دلوقتي جنبي اليمين بيوجعني، وضح عين ابيض بقالي اسبوع دلوقتي عاملاها. وحاجه ثانيه يا دكتور، لما بنام بالليل ظهري ده بيوجعني جدا جدا جدا، بس لما بمشي او بتحرك او اي حاجه ما بحسش بالالم. بيحصل ايه؟ ظهرها بيوجعها جدا، لكن لما بتمشي وتتحرك ما بتحسش بالالم. ايوه كويس. في النوم بس. هو اللي عمله لي الدكتور ان هو لما كشف عليا قال لي لازم نعمل عمليه، ان احنا عشان انت سنك لسه صغير نقطع الدوره عشان خاطر الالياف دي تكش وتخفي، والميه اللي في المبيض تكش برضه. الميه فين كانت؟ في المبيض تكش. الميه في المبيض. يبقى انت بتساليني عن حاجه الحقيقه يعني بعيد انا كل البعد عنها للاسف، وانا احب اساعدك، بس انا اخصائي قلب وبطنه وما بشوفش الحاجات دي، فسامحيني ان انا اقول ان ده موضوع خارج عن تخصص نساء اعتقد، صح؟ نعم، تخصص امراض تخصص نساء. انا 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 مش طبيب عام، لكن هقول لك على حاجه، ان الوجع لما يكون يوجع ظهرك لما تنامي ده بيحصل للرحم لما يترمي ورا ويكون فيه تورمات. يعني لو عندك تورمات الياف وانت بتنام هيوجعك ظهرك. ليه؟ لان تروح الرحم بينزل ورا وبيضغط على الاعصاب، لما بتقفي وتمشي بيروح. فده موضوع يعني معروف، حتى انا عارفه كمان يعني. لكن موضوع العلاج والتليف ده بقى لازم يمسكوا طبيب. انت لو عايزه ما تحصلش ما تناميش على ظهرك، نامي على الجنب احسن. ما هو ده اللي بيحصل يا دكتور. انا بنام على جنابي. ومن الالم زي ما يكون نار على النص اللي تحت. طب لو نمتي على بطنك يحصل ايه؟ لما قبل ما اعمل العمليه كنت بنام على بطني. ايوه، لكن حاليا دلوقتي عشان لسه عاملاها العمليه فحاسس ان اكون في بعد العمليه هترتاحي لما تنامي على بطنك ترتاحي. هو انا عامه بحب انام على بطني، بس حاليا دلوقتي خايفه انام على بطني عشان الجنب اليمين هو اللي حاطط لك زي حاجه فيها تدرين عشان درين. طيب يعني هتاخد لها وقتها وربنا يشفيك بسرعه وتقدري تكملي مع الموضوع ده، لكن انا اطمني يعني انه في علاج لكل هذه الامور والرب يشفيك. يعني معلش يا دكتور اسال حضرتك في حاجه، يعني حضرتك اللي بتقول عليه دوت ان نتيجه المبيض لما بنام ايوه بيترمي لورا ايوه فبيتقل على ظهري فعشان كده بقوم. بالظبط بالظبط. طب حاليا دلوقتي بعد ما عملت العمليه ولسه الالم، ولا عشان انا لسه عاملاها؟ لا انا بتكلم، انت عندك قلتي تليف في الرحم مش كده ولا ايه؟ بس انا عملتها العمليه. شالوا الرحم خلاص؟ لا مش هشيل الرحم، هو قال مش هشيله. لكن مش في تورمات؟ هو قال زي يعني برتقانيه كده صغيره. بس هيديكي علاج هيقلل التورمات دي مش كده؟
هو عمل عمليه بحيث ان الدوره ما تجيش، هو قال لي لما الدوره تقطعها هو قطعها خلاص. يعني شال كل الاوفريز كلهم من ناحيتين؟ هو ما شالش، هو اللي عمله ان هو قطع الدوره الشهريه بحيث لو قال لما هنقطع الدوره الشهريه اللي هو زي البرتقانيه هتكش لانها بتغذى على الدوره. اه ما انا بقى دلوقتي سامحيني انا ما اقدرش ادخل في الموضوع ده خلاص، يعني ده خرج عن نطاق معلوماتي. لا بس حضرتك يعني افدتني بحاجه، انك قلت لما بنام المبيض بيترمي لورا، فهو ده اللي بيعمل القلق. وده اللي بيحصل ده اللي بيحصل في العاده، اللي انا عندي فكره عنه لاني شفت حالات زي كده. لكن العلاجات الطريقه بقى الدكتور المفروض يشرح لك برضو النقطه دي بكل بساطه، والرب يشفيك. يعني الحل بتاعها ايه يا دكتور؟ مثلا لما مثلا اخف من العمليه بقى بعد اسبوع احاول انام على بطني بحيث ان الرحم ما يلزقش؟ لا ما اسبوع اذا كان في جرح ما شافيش تستني شويه. انا بقالي دلوقتي بالظبط اسبوع بس هو ما فيش فتح. لا ما فيش فتح. اذا كان ما فيش فتح ومعمول ممكن تنامي على بطنك. بس إيه؟ بس افضل انك تطلبي تليفون الدكتور تقول له انا برتاح لما انام، مش قادر انام على ظهري، في عيب ان انام على بطني؟ ويقول لك بس انا يعني بديكي نصيحه، بس يستحسن تسالي الطبيب برضو بتاعك. لا هو فعلا نصيحه كويسه فعلا يا دكتور، لاني الالم فعلا بيجي في النوم بس، بيبقى في حاجه بتحصل لما بنام. الرحم فعلا زي ما انت قلت بيتقل وبيدوس على ظهري. الرب معاكي. شكرا شكرا على سؤالك. اتفضل. شكرا لك يا اخت نجوى، واحنا بنعتذر لكل التليفونات، هناخد اخر اتصال عشان الدكتور تعب معانا. معانا اخت سميحه. الو يا اخت سميحه اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. عندي سؤالين للدكتور. مساء الخير يا دكتور. اتفضلي. ربنا يعوضك وتعبك ومحبتك مع كل الناس. شكرا. ربي يباركك. شكرا ليكي. انا عندي مشكله في القلب، ورحت عملت القسطرة لمدة مرتين، عملتها في 2005 وعملتها السنة اللي فاتت دي. ايوه في 2010. ايوه 2010. فقالوا لي ان في عندي عيب خلقي في الأورطة. عندك ايه؟ عيب خلقي في الأورطة. اعمل العملية ولا عيب خلقي في الأورطة؟ بدات اتعب دلوقتي، بتعب منها كتير، يعني بيجيني الم. قالوا لك عندك كالسيوم في الاورتيك فالف؟ هو في كالسيفيكيشن قالوا في اخر بتاع ده ايكوكارديجرام عملته. لا انا بسال، هل اتكلموا على صمام الاورتا؟ صمام الاورتا ده كان عيب خلقي انا مولوده بيه، بس بدات دلوقتي اتعب. فعملت القسطرة بقول لحضرتك. ايوه في 2005. ايوه وقالوا لي لازم تعملي تغيير للصمام. ايوه وفي نوعين تقريبا اللي هو بتاع البيج وحاجه ثانيه اللي هو المثل. طيب فمش عارفه الحقيقه، وجت ظروف مرض جوزي نفس الحكايه، عمل عمليه في القلب وكده، ومرض ظروف في العيله ووفاه اختي وبتاع. بس هقول لك على حاجه، ما فكرتش اعمل حاجه دلوقتي، بدات اتعب. بدات تتعب. واخر مره تعبت ودخلت المستشفى قالوا لي عندك بصي اذا كان عندك الصمام الاورطي في كالسيوم وبيقفل، ما فيش حل، كل العلاجات مؤقته، ما فيش حل غير ان الصمام ده يتغير. واذا كان الدكتور قال لك انه يتغير معناها لازم يتغير. ودلوقتي يعني من الكلام اللي بتقوليه مدام بيجي لك ضيق نفس معناها، بس انا بتكلم وانا مش عارف التشخيص الا انه صمام الاورطي ده اللي بفتكره انا. ايوه هو بس لاني عملت يعني كل الاورده تقريبا سليمه. لا ده المترالي يعني الصمام المين انا بس في حاجه ثانيه قال لي في زي تمدد في الشريان في الاورطه كمان. ممكن انفصال، حصل له انفصال يعني. ممكن يكون يعني ده صعب ان ما كنتش اخد الدياجنوز بالظبط، لكن عاوز اقول لك حاجه، هذا الصمام
ما دام تعبان لازم يتغير، ملهاش حل لأدوية ولا غيره. إذا هو كان مش باخد غير أسبرين بس دلوقتي حاليا. أيوة. ما باخدش أي حاجة غير الأسبرين. ما بقول لك الأدوية ما بتشتغلش في الموضوع ده كويس. ده حاجة ميكانيكية، وما دام حاجة ميكانيكية لازم تتعمل لها علاج ميكانيكي، إن تتشال الحاجة المكسورة وتحط حاجة جديدة. فإذا كان الدكتور قال لك تحت، أنت عمرك كام دلوقتي؟ 65. لا الحقي اعمليها، أنت لسه صغيرة، ويحطوا لك صمام جديد. طب انه الافضل، النوع الافضل؟ well, ده بقى موضوع انت تتكلمي مع الدكتور والجراح. اولا الصمام ممكن صمام ميكانيكي، معناها تاخدي باستمرار حاجه تسيل الدم، لكن الصمام اللي هو جاي من تيشو، يعني صمام يا اما من بنسميه احنا من البقره او من الحلوفه او من اي حاجه تانية، ده مش محتاجه انك تاخدي ايه اللي بيعمل تسييل الدم، فيبقى بس ما بيعيش اكتر من 15 سنه. فانت كنت هتعيشي لغايه عمر 100، هتحتاجي للتاني. فانت تختاري بقى، انت تختاري. فعاوز اقول انا طبعا في حاجات بفضل دلوقتي بعد سن ال 75 اقول استعمل اللي هو التشو، الحاجه اللي هي معموله من تشو زي جسم البني ادم، لكن الحاجات الميكانيكيه بستعملها في الصغيرين. انت قاعده لسه لغايه دلوقتي في السن الصغير، بس اذا كنت تشعري تكوني مرتاحه ان تاخدي ده، وممكن يقعد 20 سنه وانت مبسوطه لغايه كده، ولو حصل حاجه يفكروا بعد كده، خلاص انت حره في الموضوع ده، فاتصرفي. ما اقدرش اقول لك تختاري ايه، بس اديتك الحالتين وانت تقعدي تفكري فيهم. عاوزه اخد حاجه وبعدين لما اعوز الهم بعد 20 سنه او 15 سنه ان عاوزت اعمل واحد تاني اعمله، اور اخد واحده واخد مسيل للدم طول العمر ومش هيجي لي، مش هستعمل العمليه تاني. انت بقى فكري في الموضوع ده. لكن لازم العمليه، لابد منها، مفيش حل. ممكن سؤال تاني معلش يا اخي، بالنسبه لجوزي هو عمل العمليه اللي هو الباي باس التغيير الثلاث شرايين. ايوه شرايين. وبعد ما غير الثلاث شرايين دلوقتي عضله القلب ضعفت، لانه يبدو انه حصل له هارد اتاك قبل العمليه فضعفت عضله القلب. كان بياخد رينكتا، الانشورنس بطل يصرف له، ومع مع دلتا زيم اللي هو كارت زيم، وبياخد حاجات ادويه كثيره للضغط يعني كذا نوع. فدلوقتي دايما قلبه وجعني وياخد الحبايه اللي هي النيتروجليسين دي اللي تحت اللسان بس، مش ونفس الحكايه، وعنده يعني فيري كومبليكيشن سو ماني ستاف، عنده البتاع ده البروستاتا، عنده الكلى تعبانه، عنده السكر، عنده كذا حاجه. فمش عارفه انا تعبت، وده يمكن السبب اللي مخليني مش قادره يعني اروح اعمل العمليه واسيبه في الوضع ده. لا بس بصي انت هقول لك اللي ينفع. طب هرد عليك، هل علاج جديد للقلب يعني؟ خليني ارد عليكي من الناحيه الاجتماعيه. من الناحيه الاجتماعيه هو عيان والدكاترة تنتبه له وانت بتساعديه. لو انت ما تعمليش العملية وتتعبي اكتر يبقى مش هتقدري تنتبهي له، لكن لما تعملي العملية وهتيجي النتيجة كويسة قوي، لان دي نتيجتها معروفة انها كويسة قوي، هيكون عندك صحة وهمة وانك تقدري تساعديه اكتر بعد كده. من دلوقتي انت ما تقدريش تعملي كتير وبعدين هتتعبي زيادة عن اللزوم، فده مفيد جدا انك تعمليها وتنتبهي له بعد كده. وطبعا هو يحتاج ينتبه لنفسه من ناحيه الاكل والحاجات دي. اما حكايه الرينكسا دي فمش معناها انه الوجع، ما دام الوجع ما بيروحش بالنيتروجليسرين معناها ان الرينكسا مش مهمه. يعني بقولها لك كده على طول. لكن اذا كان الوجع بيروح بالنيتروجليسرين يبقى الرينكسا مهمه. ادي كل العمليه. اوكي؟ شكرا لك يا اختي سميحه، الرب معاكي. دكتور تعبناك بس انت وعدتني وعد ان احنا هنصلي بسرعه قبل ما نقفل الحلقه. طبعا. فانا عايزه اصلي من حضرتك لاجل مرضاك اللي اخذوا منك النهارده استشارات. فاتفضل يا دكتور.
يا ربنا وإلهنا نشكرك من كل القلب، نعظمك لأنك أنت إلهنا وأنت الذي تهتم بحياتنا، لأنك أرسلت لنا الرب يسوع ليخلصنا من خطايانا ويطمننا من جهة أمراضنا، الذي يستطيع أن يشفيها، الذي كان يجول يفعل خيرا ويشفي كل الذين متسلط عليهم إبليس. يا ربنا نشكرك من كل القلب أنك تعطينا العلم أن نستطيع أن نساعد الآخرين، لكن نحن ضعفاء في أنفسنا، ونصلي أن كل الذين طلبوا المساعدة في هذا البرنامج، كل الذين اتصلوا، أن تباركهم وتبارك حياتهم الروحية أولا، وتبارك كل تصرفات حياتهم، وتعطيهم اطمئنان أنهم مدام في محضر الرب ومدام في يد الرب أنهم يستطيعوا أن يتغلبوا على كل الضعاف. ونرجو أن تساعدهم في أمراضهم، اشفيهم من أمراضهم، وساعدهم حتى ما تكون العلاجات لها تأثير في شفائهم. نصلي أيضا لأجل جوزيف، جوزيف الشاب الصغير اللي هو أكبر من سنه من ناحية النمو، ونرجو أن تساعد والدته أيضا حتى ما يتعاملوا مع بعض بروح المحبة، وحتى ما يكون مطيعا، حتى ما يتبع النصائح التي أعطيناها لهم في هذا البرنامج. نصلي أن تبارك أختي التي قدمت هذه البريد أنجل، ليتك ما تساعدها وتجعل حياتها حياة ناجحة، وتجعل هذا البرنامج ناجحا أيضا حتى ما يستفيد منه الكثيرين. نرجو بركة خاصة للذين ساعدوا في هذا البرنامج والذين ساعدوا في التصوير وفي الإخراج، باركهم حتى أنهم استمروا هذا الوقت الطويل بدون كلل ولا ملل، ليتك ما تعطيهم نعمة خاصة في حياتهم ولعائلاتهم أيضا. نطلب بركة لهذا البرنامج وكل البرامج التي تقدم من هذه المحطة، نطلب كل هذا في اسم الرب يسوع ولمجده، آمين. آمين دكتور كميل، وأنا كمان بضم صوتي لصوتك في الصلاة، وبنطلب من الرب من أجلك، الرب يباركك. آمين. احنا بجد أخذنا خبرة منك كتير، خبرة ببلاش، ورب يباركك ويزيدك يا رب، وبنشكرك وبنيابة عن كل حد اتصل بيك النهاردة أخذ منك استشارة، أنا بشكرك وبشكر كل اللي عملوا معنا مداخلات، وبجد يعني أنا كان نفسي أخذ مداخلات أكتر، بس حقيقي دكتور أنا مش عايزة أتعبه معنا أكتر من كده. أعزائي المشاهدين، طلعنا بمعلومات حلوة جدا النهاردة ببرنامج خبرة ببلاش، قللوا من الجنك فود عشان الدكتور ما يزعلش مننا، خلي بالكم على اكلكم، كلوا الاكل الصحي، العبوا جيم، اهتموا بكل نصايح الدكتور، امتنعوا عن التدخين، الرب يبارككم، والى اللقاء في حلقه جديده برنامج خبره ببلاش. شكرا يا دكتور. نعم. ونورتنا. نعم. وتصبحوا على خير. نعم. ومع السلامه. امين. في كتير طرق.